بس حاسس ان المشهد ده ما ينفعش ولا لا يعني. طيب بص هقول لك على حاجه، انا ممكن اخليك تقف عادي. لا بص هو انتوا قاعدين في وش بعض انت ماشي اوكي، بس انا بقى لما يجي هو يعمل لك انت كده انا هصور الفيشن اكسبريشنز بتاعتك من قريب برضه. اوكي مشهد كام ده؟ مشهد ما انا مش هفهم عمر في ستة بيبا. ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى انت اصلا في حياتك بتعملي ايه؟ اوكي بصي انا انا بشتغل اصلا معيده في الجامعه. اللي انا بشتغله ده irrelevant شويه للي انا بعمله. بس انا من ساعه الكليه وكده وانا حابه قوي الفيلم ميكنج، ودايما بحب احضر الافلام في السينما على طول. هتلاقي معظم وقتي وانا قاعده كده بتفرج على افلام. بحب الافلام قوي. بس انت ما درستيش؟ درست على خفيف يعني. احنا عندنا في الجامعة كان الفيلم ميكينج ما كانش تخصص بس كانت مواد. فانا اخدت الجزء ده، هو ده اصلا اللي حببني، هو ده اللي عرفني على مجال الفيلم ميكينج. انا اول مرة امسك الكاميرا كان بسبب دكتور عندنا في الجامعة، هو اللي ورانا وعلمنا الحاجات دي ازاي بتتعمل. اول مرة حتى ادينا assignment، قال لنا انتوا هتعملوا جزء من فيلم، هتعملوا مشهد من فيلم. حسيت انه يعني ايه الجنان ده؟ لا يعني حاجه جديده عليك. حاجه غريبه قوي، ازاي يعني نعمل مشهد من فيلم؟ يعني اخري بتفرج على الحاجات دي. بس when I did it it was amazing. يعني اتبسطت قوي ان انا عملت ده وحبيت الموضوع من هنا. يعني بداتي، طب ايه بقى الخطوه اللي خدتيها يعني انت عشان تنمي نفسك؟ عشان انت بتقولي مش دارسه الموضوع قوي يعني. اوكي بصي، هو اليوتيوب كان مهم قوي في ان هو يعلمني. يعني اليوتيوب بجد عليه كل حاجه. كنت بقعد اتفرج على فيديوز، سيلف ستادي، انزل اجرب مع نفسي. كنت طبعا بروجكت الجامعه، هم في الجامعه كانوا دايما بيطلبوا مننا بروجكت، عايزه تصوير وعايزه قصه وكده. كنت بحب الحاجات دي قوي. كنا بجد بنعمل يعني، كنت انا وايا كان الجروب اللي كان بيبقى معايا، كنا فعلا بنحب الموضوع، بنحاول نطلعه باحسن شكل ممكن. دلوقتي بقى يعني ايه فكره اصلا الناس تتعلم حكايه التصوير او الاخراج او التمثيل او اي حاجه تخص الحاجات دي من على اليوتيوب؟ بيبقى الموضوع بعيد عن دماغهم، يقول لك لا انا لازم انزل مع حد ويبقى عملي. أوكي. يبقى معايا الموضوع، انا يبقى معايا المدرب قدامي يقول لي اعمل كذا، مثلا امسك كاميرا كذا، اعمل رياكشن كذا. طب انت الموضوع كان بالنسبه لك سهل ان انت تعلمي بالطريقه دي؟ بصي علشان كده الواحد المفروض يعني اي حد قدامه قريب من الميجر انه يعني مش عارفه اقول ازاي، بس ما يستهونش بيه، يستغل وجوده. مش استغلال بمعنى استغلال، لا، بس ان احنا يعني احنا الاثنين محتاجين بعض، احنا الاثنين بنساعد بعض. لما يكون حد قدامك عنده خبره نحاول نستفيد منها على قد ما نقدر. نحاول يعني الكونكشنز مهمه قوي في الـ في الـ في الفيلد ده. انا كنت ساعات بعمل البروجكت بتاعت الجامعه، وكنت ساعات بعمل حاجات بره الجامعه، وكنت ساعات مثلا انا اختي بتحب تعزف قوي وكده، فكنت بستغل بقى يعني بستغلها بقى في الموضوع، باخدها وبقعد اعمل لها فيديوز وكده. بس يعني اللي كان بيطلع معايا، مره سافرت واخدت دبلومه وعملنا دوكيومنتري هناك. يعني انا ما كانش فيه تايب معين انا متخصصه فيه او حباه او متعمقه فيه من كام شهر. كان كل حاجه انا اوبن ليها. انت حابه ان انا اعرف هنا وهنا وهنا لحد ما اعرف انا تستقري بقى انت عايزه ايه. بالظبط. ولحد دلوقتي I'm open to trying. يعني اي حاجه بتيجي قدامي بحاول اجرب فيها وكده يعني. طب فكره بقى ان انت تاخدي ورشه او كورس او حاجه لسه بعيده شويه عنك، ولا انت اكتفيتي باللي انت اتعلمتيه؟ لا انا ما اكتفيتش خالص، بالعكس انا حابه ده جدا وحاسه ان انا محتاجه ده. بالعكس يعني بني ادم the more يعني اكتر، يعني لما يعرف اكتر بالعكس دي حاجه بتضيف له، مش هتقلل منه خالص ولا هتضيع من وقته او كده. فانا ناويه ان شاء الله. بس دلوقتي انا في مرحله ان انا بجرب وبتعلم من غلطاتي. بالظبط صح. اوكي وحاسه ان انا يعني محتاجه اركز في ده الاول علشان اقدر ابقى مستعده كده. او مستعده تبقى دماغي متفتحه ان انا استقبل من حد تاني تعليم وكده. وانا كده كده طول الوقت بقابل ناس بصراحه الحمد لله يعني بتساعدني في الموضوع يعني.
ده من التعصيب بتاعتك. عايزين ما ينفعش تدينا ربع ساعه زياده؟ حاضر معلش. بص هقول لك احنا صور الشوط دلوقتي كله نوم ماشي، بقى احنا هنصور الكلوز ابس والمديرات بتاعتكم كلكم، وانت في الاخر بقى هتصور الشوط. بالمناسبه مش شرط يكون الممثل الثاني موجود بالظبط، عشان كده خلاص الدور الاول. المجال دوت قليل قوي لما نلاقي بنوته مخرجه افلام. اوكي فانت كتجربتك انت بقى، انت دخلتي كده خلاص جوه الموضوع. انا اول مره انا ما كنتش عارفه ان ده اسمه اخراج. انا كنت مطلوب مني بروجكت، انا قلت لك الموضوع طبعا بدا معايا من الجامعه يعني. كان مطلوب مننا بروجكت في الجامعه، اخذناها وانطلقنا مع نفسنا وحاولنا نصور المشاهد زي ما هي عندنا في الـ في الـ في المشهد اللي احنا المفروض نقلده. بعدين روحت لقيت في حاجات بايظه، حاجات مش عجباني، في فوتج ما ينفعش يتاخد، فقلبته وعملت يعني ما عملتش نفس المشهد اللي احنا المفروض نصوره، لا عملت يعني بالفوتج اللي معانا مشهد تاني قصه مختلفه. اوكي هو كان سهل شويه، ما كانش زي الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي برده، علشان كان يعني ما كانش سيكونس، كان زي فويس اوفر وحاجات عليه كده يعني. اوكي بس فاخدته من هنا بدات يعني، اللي هو يعني في ناس شافت الموضوع وعجبها وحس ان هو لا ايه ده انت يجي منك. كان عندي مشكله ان انا دايما اي حاجه بطلعها انا ما عنديش اي ثقه فيها، احس انه لا لازم يعني الموضوع ممكن يطلع احسن. تقريبا اي حد بيعمل اي نوع من انواع الفن بيبقى حاسس الاحساس ده، فمش مشكله انك تحس ان انت مش ساتسفايد باللي انت بتعمله، بس المشكله ان تخلي ده يوقفك. عشان انا جات لي فتره فعلا كنت حاسه انا مش كويسه كفايه وان انا مش عايزه اعمل ده، فانت قلت لا انا هبدا ابص على حاجه ثانيه اعملها، حاجه اسهل من دي. بس عارفه شويه بشويه كده الدنيا بتشدك للحاجه اللي انت بتحبيها. هي الفكره يعني. انت بتحبيها فهتكملي بالظبط. وهو لازم طبيعي عند اي حد لما يجي يعمل اي حاجه حتى لو كانت صغيره يقنع نفسه هي لا حلوه علشان ان هو يقدر يكمل، بما ان انت سمعتي راي ناس وقالوا لك لا ده حلو وشغلك في العموم اصلا حلو. انا عايزه اقول لك انا اكتر بروجكت جالي عليها فيدباك حلو هي اكتر بروجكت انا لما عملتها ما اهتمتش. الواحد برده مش المفروض ان هو يشوف نفسه فظيع قوي علشان ما يبقاش هو ده الليمت بتاعه، فاهمه؟ دايما في احسن. شايفه ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ يعني دايما الولاد بيبقى بالنسبه لهم الموضوع اسهل مننا في الحركه وفي النزول وفي الطلوع وفي الحاجات دي، بالذات كمان ان هو لما يجي مثلا يتفق مع حد يعمل كذا يعمل كذا. فانت بقى يعني ايه الحاجه الصعبه اللي انت قابلتيها؟ الكيرفيو بتاع اهلي في البيت رجعي بدري. لا بس هما يعني انا اهلي سبورتيف جدا الحمد لله. احنا كان عندنا مشكله في الموضوع ده شويه في الاول، بس هما بداوا شويه بشويه، عارفه اللي هو خلاص لا يعني اللي هو الموضوع جديد عليهم برضو. ان هو شغله كده فبداوا يفكوا شويه في الموضوع يعني. بس عمري ما حسيت انه دي شغلانه ميل اورينتد او ليها علاقه بالولاد، فاهمه يعني؟ عمري ما حسيت ان الشغلانه دي للولاد بس. وبتتعاملي بقى مثلا لما تيجي تظبطي مثلا حاجه في الديكور بتنزلي انت يعني انت اللي بتنزلي وبتروحي، مش بتعتمدي مثلا ان في حد يخلص لك حاجتك؟ بصي المشكله دلوقتي في الشغل اللي هو احنا طبعا يعني انا طبعا لسه مبتدئه وفي الاول وكده، فمشكله الشغل اللي في الاول اللي هو انت ما فيش حد انت مشغلاه او كده، ان انت ما تقدريش تعتمدي على حد كليا، لانه كل الناس من حقها ان هي تكون مش عايزه تشتغل من غير فلوس، ان هي ما عندهاش وقت خلاص دلوقتي، انا مش فاضي، او ان هي ما تبقاش 100% كوميتد، تبقى كوميتد الا ربع، فاهمه؟ اللي هو خلاص ماشي احنا هنساعد وخلاص، فاهمه؟ بس في الاول وفي الاخر البروجكت مش بتاعهم. ف الواحد لازم يبقى عنده الفلكسبيليتي ان هو لو اتزنق في اي حاجه يتصرف، يعرف يتصرف، ان انا انزل اشتري ديكور، ان انا اسيت اب المكان بنفسك، ان انا اعمل الاضاءه. مع ان انا بحس ان انا الاضاءه دي انا فعلا دايما بحتاج ناس فيها، لان انا مش شاطره فيها قوي، اضطريت ساعات ان انا اسيت اب اضاءه بمجهود كبير قوي. ساعات كنت بعمل ميك اب، انا اتعلمت الميك اب من على اليوتيوب برضو، علشان لو اتزنقت في حاجه زي كده. حاجه من الصعوبات اللي انا واجهتها شويه في الاول، بس في الاول خالص بقى يعني قبل ما ايه ما الناس تحس انه لا ده بجد، ده هي حابه الموضوع فعلا بجد فعلا، مش هبتها. بس كتير قوي ناس كانت بتقعد تقول لي الاخراج ده صعب قوي، انت فعلا عايزه تكملي في ده؟ لا كان بيجي لي كومنتس كده كتير قوي، بس ما كنتش بسمع يعني.
كأول تجربة ليكي طبعا انت ما فيش منتج معاكي، ما فيش حد مثلا بيساعدك في حتة الماديات بالذات. اوكي، فعايز اعرف انت عملتي الموضوع ازاي، يعني عملتي ازاي بأقل تكلفة؟ عملته ازاي بقى؟ بصي، هو طبعا طبعا يعني ربنا يخلي كل الناس اللي وقفت جنبنا وساعدتنا. في ناس كتير قوي عندها الباشن ده وعايزة ان هي تساعد فعلا، واي حد كان بيقدر يعمل حاجة فعلا كان بيجي يساعدنا وبيعملها لنا. فهو الموضوع كده، احنا كلنا young people, we're all passionate, we all want to make something happen. كنا بنتعاون مع بعض، بنساعد بعض، وهو ده اللي كان هو ده اللي كان ماشي الدنيا. يعني اعتقد لو اي حد كان ناقص في الموضوع، الموضوع ما كانش هيمشي. انتوا كلكم اعتمدتوا على المساعدات يعني؟ طب حتى الممثلين اللي جم من غير اجور؟ من غير اجور بالظبط. والديكور والحاجات، يعني انا بتكلم ان فهم الناس ان لو حد عايز يبتدي في حاجه ايا كان، ولد او بنت، ما تستناش ان انت يكون معاك مبلغ الانتاج، ما تستناش ان انت يكون، يعني لان الفلوس مش هتاخد الدنيا. اللي معاك موبايل يصور بيه اصلا، بجد انت ايا كانت الامكانيات اللي عندك هتوصل لحاجه، مش هتعمل ولا حاجه. اوكي، فاللي بيفضل ان هو يعمل حاجه فظيعه قوي، بس مستني تجيله بقى الحاجات اللي تساعده. اللي مستني كده لا، يعني انت ممكن تعمل بالامكانيات اللي قليله معاك احسن من ان انت ما تكونش عملت حاجه خالص. احنا جايبين في الاول خالص يعني لمبات كده صغيره، انا يعني، وكاميرات حتى اللي احنا بنصور بيها هي مش كاميرات فظيعه خالص، عادي. ده يعني انا الكاميرا بتاعتي والكاميرا بتاعت واحده صاحبتي كده جبناهم صورنا بيهم، عارفه؟ بالظبط. ف ما استنيناش حاجه، ما اعتمدناش على حاجه، وكنا عارفين ان الموضوع مش هيطلع بيرفكت، بس اتليست انت جربتي. ايوه، وحاولتي حتى. أيوة. وهتتفادي غلطاتك المره دي في المرات اللي جايه. بالظبط. ايوه. طب ايه بقى خططك اللي جايه؟ يعني انت ناويه تعملي ايه؟ بصي، انا ما بحبش اتكلم عن المستقبل خالص، انا بخاف. اوكي، ما بعرفش اتكلم على خططي المستقبليه، يعني انا ممكن يكون في دماغي حاجه بس ما اعرفش اقولها، مش عشان حاجه، عشان الواحد بيخاف يقول، ودايما عارفه اللي هو ربنا اصلا بيحدف الواحد في حته تانية خالص، فاهمه؟ فتيجي زي ما تيجي يعني. بس اهم حاجه دلوقتي، اهم حاجه انت بتعملي ايه دلوقتي؟ هل انت بتسعي في طريقك؟ بسعى وبتعلم وبحاول. بالظبط.